السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم نعرض لكم كيفية ربط حديد الجدران المتجاورة أو المتلاصقة أو المتقاطعة مع بعضها. وضع طريقة التنفيذ: وضع حديد على شكل حرف U في أركان الجدران بالاتجاهين وأيضا في بداية ونهاية الجدار وربطه مع الحديد الأفقي للجدران وهي البراندات، ويكون قطر الحديد على الأغلب من نفس قطر البراندات أو حسب التصميم. 3. وضع شناكل أو هوكات 4 حبات في المتر المربع الواحد ما بين الحديد الشاقولي للجدران ويتم ربطه معه. مخطط مسقط يوضح كيفية تركيب وتفصيل اليوهات وتركيبها في المخطط. فكما ترون جدارين متقاطعين يتم تركيب يو من كل طرف فيصبح الركن مثل العمود بالضبط حسب الواقع. وعلى يمين الشكل الصورة رسم توضيحي بالأصفر حديد شكل على شكل حرف يو، وأيضا الحديد الأحمر على شكل حرف يو بالاتجاهين، والأزرق هو البراندات الأفقية، والأسود هو الحديد الشاقولي للجدران كما ترون في الأطراف وفي الزوايا والأركان، أيضا كما ترون ذلك في الأطراف والأركان والبداية والنهاية. ويتم وضع شناكل أو هوك بين لربط الحديد الشاقولي والأفقي بوضع شناكل أو هوك كل 4 متر مربع، يعني نضع 4 حبات بالمتر الواحد المربع، هو يسمى شنغل أو هوك. 10 ملي، 8 ملي، 12 ملي حسب التصميم. القطر يكون حسب التصميم. الصالح والاشتراك بالقناة وتفعيل جرس الإشعارات ليتم إيصال كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم نعرض لكم كيفية تدعيم حديد جدارين ملتقيين أو متقاطعين عند الزوايا والأركان. يتم وضع يو على حرف يو إنجليز، هذا هو حرف اليو، وهذا حرف اليو باتجاه الآخر، دوما عند الأركان يتم وضع هذا حرف اليو. ويتم وضع أيضا في بداية الجدار أيضا يو كما تلاحظون ذلك، ويتم ربط هذه اليو مع البراندات أو الحديد الأفقي لحديد الجدران أو الكورات كما تلاحظون. طبعا يتم وضع هوك او شنغل 4 بالمتر متر مربع، 4 حبات بالمتر المربع بين طبقتي الحديد الشاقولي للحديد الجدران
ما تلاحظون. أيضا وضع البسكوت. وعمل الكرنك. الكرنك الذي تم تكلم عنه سابقا. كما تلاحظون اليوم ايضا بالجدار الثاني متقاطعين مع بعضهم.